أخبار اليوم. أهلا بكم مرة تانية. هنبدأ بالسؤال التاني نشوف بيقول لنا إيه. السؤال التاني بيقول لنا write scientific term for each of the following. Number one, the blood group which has no antibodies but has three antigens. والله لما يقول لي has no antibodies يعني no antibodies يعني إيه؟ يعني دي تبقى AB. AB يعني إيه؟ يعني الـ AB عندها antigen A وعندها antigen B، ما ينفعش يبقى عندها antibody A ولا antibody B، لكن ده عايز كمان يبقى 3 antigen. 3 antigen يعني على the surface of RBCs في antigen A و antigen B و antigen RH. يبقى هنا الإجابة تبقى باختصار هتبقى AB، هتبقى الإجابة AB بوزيتيف. اوكي، يبقى دي الانسر عشان عايز 3 انتيجين A و B و بوزيتيف. تقول لي A B بس، ما ينفعش نقول 2 انتيجين بس. سؤال بعده، A group of flowers on the floral axis in the different aggregations. لما يبقى group of flower on the same floral axis ده احنا بنسميه inflorescence، يبقى الانسر هنا دي inflorescence is the right answer. لكن لو هو one flower on the axis بنسميها solitary flower زي التيوليب والبيتونيا معروف. لكن الفلورال اكسس لما يبقى عنده جروب اوف فلاور زي السان فلاور مثلا، سان فلاور دي احنا بنقول عليها انفلورسنس. السؤال اللي بعده، A part of DNA strain show the alternation between the phosphate groups and the pentose sugar. يعني بيقول ايه؟ بيقول alternation. Sugar phosphate, sugar phosphate, sugar phosphate. برافو عليك، يبقى على طول ده اسمه sugar phosphate backbone. وده ال very important part of the DNA because that forms the two sides of the ladder at that of the model in the Watson and Crick. Watson and Crick قال ان ال DNA ده زي الladder والتو sides دول sugar phosphate backbone. فهنا بيسألني عن sugar phosphate backbone. الجزئية اللي بعدها بيقول لي دي inactive stage of the female anopheles mosquito, the infective stage sorry, the infective stage of the female anopheles mosquito with the plasmodium that causes malaria disease. احنا عندنا في البلازموديوم of malaria عندنا two infective stages. Two infective stages دولة، واحدة للhuman being وده اسمه sporozoid that causing the infection of the human beings. يعني ايه infective stage؟ طيب امال الفيميل انوفلس موسكيتو مين اللي بيجيب لها الملاريا ديزيز؟ اللي بيجيب لها الملاريا ديزيز ذا جاميتوسايت ذا ترانسفير فروم ذا بلاد اوف ذا بيشنت تو ذا فيميل انوفلس موسكيتو. يبقى هنا لما يقول لي ذا انفكتيف ستيج اخد بالي هي للهيومن بينجز، اقول له دي سبوروزويتس. طب هي بيسالني على الفيميل انوفلس موسكيتو، يبقى دي الانكتيف جاميتوسايتس لما توصل للكافيتي اوف ذا ستومك كافيتي اوف ذا فيميل انوفلس موسكيتو بيكام اكتيف اند ديفيوز توجذر تو فورم زايجوت، والزايجوت تشينج انتو كائنات الحدوته اللي احنا عارفينها كلها. السؤال اللي بعده، A bone in which the head of the femur is lodged. The head of the femur fit inside the acetabulum cavity. What about the acetabulum cavity? It is the cavity in the pelvis bone. So the bone is the pelvic bone that containing the acetabulum cavity where the head of the femur fit inside it to form the side joint. دي كانت الجزئية الأولى اللي بيقول لي write the scientific term. طب الجزئية بي من السؤال ده بتقول لي إيه؟ بقول what are the functions of each of the following. ساعات يقول لي site وساعات يقول لي function وساعات يقول لي site and function. طب نشوف هنا عايز function بس. بقول لك the Y chromosome in man. The Y chromosome in man is the chromosome that responsible for the sex determination in males only. يبقى خلاص الواي ده الفانكشن بتاعته سكس ديترمينيشن اند ذات اكت ات ذا فيرست سكس ويك اوف ذا امبريونيك ستيجز. ذا نيكست كويستشن، دي ريبس فانكشن بتاعته الريبس دي ايه؟ بروتكت ذا هارت اند لانجز. يبقى كويس، نقول هيلب ان ذا ميكانيزم اوف ريسبريشن انهاليشن اند اكزاليشن. يبقى صح. نقول لي كونتين بون مارو تو فورم بلاد سيلز، مفيش مشكله، لكن المين انسر بروتكت ذا هارت اند لانجز. السؤال اللي بعده، دي ان اي ليجيزس انزيمز. دي ان اي ليجيزس انزيمز ار 20 كاينز اوف ليجيزس انزيمز فور ريبيرنج ذا ديفكت بارتس اون دي ان اي. احنا نعرف ان الدي ان اي ليجيزس دول بيعملوا ايه؟ دول use one of the two strains as a template to repair the other one. يعني انا عندي كان سترين ده عامل كده وهنا في سي وهنا في جي وهنا في اي. طيب انا عايز اصلح السترين اللي قدامه الفاضي، لقيت هنا سي يبقى اللي قدامه هتبقى جي،
لقيت هنا جي بقول له قدامه هتبقى سي، لقيت هنا ايه تبقى دي هتبقى تي. طب انا ما لقيتش واحده من دول، لقيت واحده من دول ناقصه وانا عايز اصلح المكان ده. اه علشان اصلح المكان ده مش هينفع انه يتصلح، وقلنا ان في from 2 to 3 defects still in the DNA per year. لكن 20 kinds of ligases enzyme discover the defect parts in DNA, use one of the two strands of the DNA as a template to repair the other one, and replace the damaged part of DNA with the new one. الجزئية الرابعة من بي كان بتقول لنا determination of the blood group. هو انا بعرف لحد البلد جروب بتاعته ايه ولا بي ولا اي بي ولا او ليه. دي فور دي تاكسونومي اوف ذا هيومن بينجز ان ذا كريمينولوجي، فيري امبورتنت ان ذا بلاد ترانسفيوجن، اند اولسو ذا بلاد جروب كان ديناي باترنيتي بات كانت بروف ات. يبقى انا بعرف البلاد جروبس دي عشان اعمل كلاسيفيكيشن للهيومن بينجز، بعرفها في الكريمينولوجي مهمه علشان اعمل بلاد ترانسفيوجن لازم ابقى عارف البلاد جروب، وفي نفس الوقت البلاد جروب كان ديناي باترنيتي. اخر جزئيه من كويستشن 2 اللي احنا بنقول عليها سي، وات هابن ان ايتش اوف ذا فالونج كيسز. نمبر اي، دي كاربس ليوتام دي جنريتس ان ذا فورث مانث اوف ذا بريجننسي. الانسر ناثينج هابن. ليه ناثينج هابن؟ بيكوز وي اندرستاند ذات ذا بلاسينتا از فورمد ات ذا فورث مانث، and the placenta responsible for the secretion of the progesterone hormone which is the function of the corpus luteum. So if the corpus luteum secretes the progesterone, that still secretes the progesterone for about the first 3 months, but at the fourth month the placenta is formed and it can produce the progesterone hormone. So nothing happened because of the formation of placenta which secretes the progesterone hormone. Number B, if the two ova are fertilized by two sperms at the same time. If two ova are fertilized by two sperms that form two embryos. But the two embryos are called the fraternal twins. Fraternal twins means twins which are not similar genetically because they formed by two different zygotes. Each is formed from the fertilization of one ovum by one sperm. That's the last part of the question 2.